إجراءات نعملهم في اتجاه اللي هما مثلا تضخيم الخط. عندنا 72 تلميذ السنة باش نضخموا لهم الخط نظرا لصعوبات في النظر نتاعهم في النظر، دونك مضطرين باش نضخموا الخط. تقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي. عندنا أربع مراكز كما تعرفوا، في بن عروس، في سوسة، وفي جابس، هذوما المراكز اللي تعرفوهم الكل. الجديد السنة هو أنه ثم مركز إضافي رابع في صفاقس، مع تجربة جديدة بالنسبة لنا، لأنه في صفاقس بالنسبة للشريحة هذه السنة منذ سنوات في الحقيقة حاولنا إدماجهم في الأقسام العادية، وبالتالي هي تجربة جديدة، لكن يلزمهم بالطبيعة مركز امتحان خاص بهم. هذاك علاش السنة عندنا عدد الحالات 71 حالة. أما بالنسبة لترجمة المواضيع للغة الفرنسية، خاصة هذوما اللي كانوا يقرأوا في فرنسا، عندنا 335 حالة في الدورة هذه، كانوا الدورة اللي فاتت 227 ثلاثة حالات برك بالنسبة لترجمة المواضيع في اللغة الفرنسية، كانوا 12 عام ناول. أما إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار، المعنيين بذوما اللي عندهم صعوبات في التعلم كما تعرفوا نزيدوهم ثلث الوقت على الوقت القانوني، وهذوما أعدادهم بالطبيعة السنة 335. أما اجتياز الامتحان بالسجن، سنة عدد مرتفع تقريبا دوبل ولا أكثر شوية متاع مناول، 16 حالة باش يجتازوا امتحاناتهم في الامتحان بالنسبة للبكالوريا طبعا. كذلك ثم حالة واحدة خولنا لها استعمال اللوحة الرقمية في الامتحان متاع البكالوريا. أما الإجراءات الخاصة بأطفال القمر، تعرفوا عمناول كانت عندنا حالة وحيدة، السنة ما عندنا حتى حالة. ناخذوا إذن في امتحان شهادة التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول، نفس الإجراءات تقريبا شفتوهم هنا، ثم تضخيم الخط 7 حالات، وثم إضافة ثلث الوقت لكل حصة 40 حالة. في الحقيقة من عام 2018 فما نص قانوني يمنع لكل إنسان موجود في مركز الامتحانات أنه يكون عنده تليفون. السنة ذكرنا بالأمر هذا. في الحقيقة احنا الهدف متاعنا ما هوش ضد أي كان، بالعكس احنا نعتقد وأنه ضمانة نجاح الامتحانات هما المدرسين بكل أسلاكهم، هما الإطار التربوي بكل أسلاكه، لكن نحب بالنسبة لنا كمربين اللي ينطبق على غيرنا يلزم ينطبق علينا، وبالتالي هذاك علاش خذينا القرار هذايا في اتجاه أنه تحريم مسألة منع الهاتف الجوال على الجميع ما عدا رئيس مركز الامتحانات يكون عنده إمكانية متاع استعمال الهاتف الجوال. لابد من إشارة هنا، راهو مش كان الهاتف الجوال ممنوع، راهو كل ما هو إلكتروني، لأنه اليوم الساعات الإلكترونية، ثم زاد كيف الأقلام الإلكترونية، لتابلات، كلهم ممنوعين دخولهم لمراكز الامتحانات بالطبيعة، هذا حفاظا على مصداقية شهيدنا كما حكيت من بدري. الطرق الجديدة في الحقيقة كما حكينا من بكري، احنا بصدد تفكير في المسألة، لكن اعتقد انه رقمنة الامتحانات تمثل الحل الاجدى للحد من ظاهرة الغش، واحنا ماشيين في الاتجاه هذايا. صحيح انه يتطلب برشا مجهودات وبالتالي وبرشا امكانيات خاصة مادية، لكن نحن بصدد دراسة ما يجب القيام به في هذا الاتجاه. يعني موضوع هذا موضوع يلزم نحكي فيه مده طويله، اي يلزم معناتها تولي يخدموا على تابلات عن بعد بالضبط. دونك ثم عمل باش يصير في هذا الاتجاه. بالنسبه للتهديدات اللي تعرض لها الاطار التربوي، هذا صحيح،
وحتى حد ما يرضى اليوم باش واحد من الإطار التربوي يتعرض للتهديد ولا لبعض الأشكالات. هذاك علاش احنا السنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة وحتى وزارة الدفاع باش نتصدوا لهالمظاهر هذه نتاع تهديد الإطار التربوي في مؤسساتنا التربوية. بالطبيعة بالنسبة للسؤال الخاص بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، لابد من الإشارة هنا أنه ما كانش قرار بمقاطعة الإصلاح، كان قرار بتعليق الإصلاح يوم واحد، وتوا ترفع القرار هذا، وبالتالي إن شاء الله باش تتم الأمور على الوجه الأكمل بدون أي إشكالات إن شاء الله. نحبوا هالامتحانات هذية تتعدى، والعائلات خاصة لأنه اليوم كما تعرفوا الامتحانات الوطنية صحيح تمس التلامذة لكن تمس العائلات ساعات بدرجة أكبر. نحبوهم يكونوا مطمئنين، حبوهم يطمئنوا أنه الوزارة ومختلف المتدخلين مختلف الوزارات المتدخلة باش توفر إن شاء الله كل ما يمكن توفيره لجعل هالامتحانات الوطنية تعدى إن شاء الله في أحسن الظروف. بالنسبة للسؤال المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو في الحقيقة ثم مشروع تعمل في الاتجاه هذا، هو موجود حاليا على مستوى رئاسة الجمهورية، إن شاء الله في القريب طبقا لما وقع التصريح به من السيدة رئيسة الحكومة في القريب العاجل إن شاء الله باش يتم المسألة هذه، مسألة إيجاد مجلس أعلى للتربية والتعليم في تونس. الميزانية توا صحيح الميزانية راهو كبيرة، كما أعطيتكم أرقام تقريبا عندنا توا 37 مليون دينار عم ناول تكلفة، التكلفة الجملية للامتحانات الوطنية كانت في حدود 37 مليون دينار، 37 مليار عم ناول. أي السنة أقل شوية خاطر عدد المشاركين في حدود سنة منتظر 29 مليون دينار، أما عم ناول كانت 37 مليون دينار.